النهارده طارق حامد انضم لمعسكر اتحاد جده في النمسا بعد ما تم التعاقد معه في الساعات اللي فاتت. كان في استقباله نونو سانتو المدرب البرتغالي الكبير جدا. يا بخت طارق حامد، استقبله نونو سانتو استقبال خاص جدا، عمل جلسه سريعه معاه، وكان معاه احمد حجازي في استقبال طارق حامد. نونو سانتو من المدربين العباقره الرائعين، عمل اداء خرافي مع ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، مع توتنهام ما نجحش قوي، بس هو من المدربين البرتغاليين الكبار جدا المميزين جدا جدا. طارق قيمه ولاعب كبير ورائع. بالمناسبه اشرف بن شرقي ممكن ينضم كمان لطارق حامد واتحاد جده، او احمد حجازي لاتحاد جده في الايام القليله اللي جايه. في كلام كبير انه اتحاد جده بيرغب في ضم اشرف بن شرقي اللاعب المنتهي تعاقده مع نادي الزمالك.